الطبق الخامس معانا عن دراسة لذيذة جدا بيتكلموا انك ازاي تقدري تفرقي بين الرجل الناضج في حبه وفكره وبين اللي بيعاني من قصور عاطفي وعقد. 7 حاجات ما بيعملهمش خالص الرجل الناضج. اول حاجة، لا يمكن ابدا انه يعيب فيكي. في فرق بين لما شخص يقول نقد قائم على الاهتمام وبين شخص هدفه التجريح والتقليل من الطرف الاخر. 2، لا يمكن ان ينتهك حدودك الشخصية، هيشوف الكيان قائم بذاته ليكي اصحابك اسرارك، انما اللي بيشك ده شخص طفولي. 3، لا يمكن ابدا يهرب من المسؤولية ودايما هتلاقيه شخص موجود ومسؤول. 4، لا يعتبر المشاعر مظهر للضعف، مش هتلاقيه ابدا بيحط من احاسيسك او يهينك لو تعبانة او مثلا بتموري بحالة نفسية سيئة، لا دايما هتلاقيه سندك واقف جنبك. 5، ما بيبصش تحت رجليه، الشخص الناضج مش بتاع اللحظة الحالية، دايما بيفكر في بكرة وفي المستقبل، يعني لو حصل خلاف بينكم ما يخليش الانفعال يدفعه لقرار مؤقت، لا بيفكر بعقل. 6، عمره ما يحسسك انك رقم 2 في حياته رغم انشغاله بشغله وحياته، الا انه دايما نقلك اهتمامه ومشاعره وانك فعلا على رأس اولوياته. 7، عمره ما هيمد ايده عليكي او يشتمك، دايما بيقدرك ويعني بيتحكم في غضبه وانفعالاته اتجاهك. وطبعا بعد كل هذه الصفات احب اقول لكم ان ده من الكائنات الاسطوريه الخياليه زي الغول والعنقاء كده بالظبط، يعني الكائن ده مش موجود عشان ما حدش يدور عليه يا جماعه. برضو من ضمن الاخبار اللي